وحصريا استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات. زان بعد القاب في حفلة ثنيان الدهية، قصائد شعرية حسب الطلب، الرجال أهل المواقف والمروة والحامية، تقعد يا سلايل شمار الطالات قادة وطنية، كاسبين المجد من قبل العصور الجاهلية أو من خارج المملكة ودول. نظمت القصيدة اللي يشوش وأنا طربة بحفلات نيان هاجس جاب معناها وجمال كرم والجود والطيب والشاه للصيد والمجوب والطيب مبداها ذلالة نيان الفخر عزوة الشجعة رجال حرار فعولها ترهب أعداها مقادم بني شمار على العز والسلطان قبيلة لها تاريخ سجل سواياها ومبروك يا يوسف على القافي وعلى الحال باريك في عرسك هجوسيتي غناها عسى تبطي سنينك وتفرح مدى الأزمان يا شفلات شي وخلي على الطيب ممشاها يوسف يا رمز الطيب يا معرب الجدان كسبت المراجل والجزيلات تنصاها ولا الشيخين اشفي مجلس أهمدها لضيفان بدي الراعي المعروف والمدى وفاها أبو يوسف اللي وقفت الدار في حال ميزان خير للجماعة وكل صعبات حدها وإخوانك رجال الوفا حزمك المليان هذا تركي وجبته تنومس يا حياها ويعقوب في يمناك سيف على العدوان يا حيا الرجال اللي ولا حد تعداها وبختامها يسعدكم الوالي الرحمن وايامكم جعل سعد دوم يغشاها نظمت القصيده اللي يشوش وانا طربه بحفلات نيان هاجس جاب معناها وجمال كرم والجود والطيب والشاه للصيد والمجوب والطيب مبداها ذلالة نيان الفخر عزوة الشجعان رجال حرار فعولها ترهب أعداها مقادم بني شمار على العز والسلطان قبيلة لها تاريخ سجل سواياها ومبروك يا يوسف على القاف وعلى الحال باريك في عرسك هجوسيتي غناها عسى تبطي سنينك وتفرح مدى الأزمان يا شفلات شي وخلي على الطيب ممشاها يوسف يا رمز الطيب يا معرب الجدان كسبت المراجل والجزيلات تنصاها ولا الشيخين اشفي مجلس أهمدها للضيفان بدي الراعي المعروف والمجد وفاها أبو يوسف اللي وقفت الدار في حال ميزان خير للجماعة وكل صعبات حدها وإخوانك رجال الوفا حزمك المليان هذا تركي وقفته تنومس يا حياها ويعقوب في يمناك سيف على العدوان يا حيا الرجال اللي ولا حد تعداها وبختامها يسعدكم الوالي الرحمن وايامكم جعل سعد دوم يغشاها وايامكم جعل سعد دوم يغشاها 737